السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع طريقة زراعة في الخطوط البلاستيكية بالنسبة للخضروات أو أي زراعة تريد زراعتها إن شاء الله بدون استعمال أي آلة، فقط بنفسك إن شاء الله بدون تكاليف إن شاء الله. وسوف نتحدث عن جميع الخطوات من الأول إلى الآخر وكيفية عمله إن شاء الله بالنسبة للخطوط المرتفعة أو ما يعرف بالمصاطب الزراعية. فكما كتلاحظوا معايا الإخوة، غادي نشارك معكم جميع الخطوات. غادي نستعملوا السقي بالتنقيط من الضروريات، وهاد العملية الإخوان خاصة الإخوة اللي عندهم مساحة صغيرة ما كيتوفروش على آليات إلى آخره أو عدم تكلفتها إن شاء الله. غادي نشارك معكم الطريقة يمكنك عملها بنفسك فقط. فكما كتلاحظوا معايا الإخوان، أول شيء الإخوان كنقوموا به ألا وهو تقليب التربة على هذا الشكل باستعمال أي شيء يمكنك استعماله. فكما كتلاحظوا معايا، غادي نقوموا بارتفاع التربة على هذا الشكل فقط بمجهودنا الشخصي. فكما كتلاحظوا معايا، بدون عمل أي آلة، ويمكنك عمل أي مساحة تريدها من الزراعة وزراعة الفلفل، الطماطم، البصل. إن شاء الله غادي نشارك معكم في هذه الحلقة طريقة زراعة البصل. كما كتلاحظوا معايا، غادي نستعملوا السقي بالتنقيط. فكما كتلاحظوا معايا، بالنسبة للسقي بالتنقيط الإخوان يجب التركيز على الثقوب، هل تريد 10 سنتيمترات، 14 سنتيمتر، 20 سنتيمتر، على حسب نوع الزراعة اللي غادي تقوم بزراعته، على حسب البعد والمسافة ما بين كل شتلة. فكما كتلاحظوا معايا الإخوان، هذه الطريقة بالنسبة للاستعمال. غادي نستعملوا ما يعرف بالكوتاكوت، غادي نوضعها مباشرة فوق الخطوط كما كتلاحظوا معايا. وغادي نستعملوا البلاستيك الاسود كذلك الاخوان، لان البلاستيك الاسود دوره فقط يحمينا من الاعشاب الضاره وتوفير الرطوبه للتربه وعدم اسراف في المياه. يمكنك استعمال الطريقه مباشره بدون استعمال البلاستيك الاسود. فكما كتلاحظوا معايا، فقط عمل خطوط مرتفعه تقريبا 50 سنتيمتر، وغادي تقوم بالسقي على هذا الشكل. وهذه الطريقه الاخوان غير مكلفه بالنسبه غير مكلفه وعدم اسراف في المياه وتقليل من تصريف المياه وعدم تدبيرها. فكما كتلاحظوا معايا، طريقة سهلة جدا، ويمكنك عمل أي عدد من الخطوط على حسب المساحة التي تريدها، متر ما بين الخطوط والخطوط، 2 أمتار، 3 أمتار، على حسب المساحة التي تريدها أنت. فكما كتلاحظوا معايا، وهذه الطريقة المثلى، ويمكنك السقي فقط 10 دقائق في اليوم كافية لزراعة بالنسبة لمزروعاتك. أي زراعة يمكنك زراعة النعناع على الطريقة، الفلفل الأخضر، الفلفل الأحمر، اي نوع من الزراعه، الباذنجان، الباربا، اي نوع، البصل كذلك اللي غادي نشارك معكم في هذه الحلقه. فكما كتلاحظوا معايا الاخوان، بالنسبه للكوتاكوت فكما كتلاحظوا معايا الشكل، فهي صراحه ممتازه وما كتصرفناش من حيث المياه. وهذا هو البلاستيك الاخوان الاسود، اللي الثمن ديالو تقريبا 20 درهم للكيلو، اي 2 دولارات للكيلو الواحد، اللي غادي نستعملوه لكي يوقينا من الاعشاب الضاره وعدم تبخر المياه ان شاء الله. فكما كتلاحظوا معايا الاخوان، غادي نوضعوا البلاستيك على هذا الشكل فوق الكوتاكوت. فكما كتلاحظوا معايا، كتجي الكوتاكوت في الاسفل، من الفوق نضع البلاستيك الاسود مباشره. فكما كتلاحظوا معايا، الطريقه كنقوم بها فقط بنفسي بدون اي شخص اخر. فكما كتلاحظوا معايا، وغادي نشاركها معكم. فكما كتلاحظوا معايا، ويمكنك عمل الخط على حسب المساحه التي تريدها. فكما كتلاحظوا معايا، نقوم بارجاع التربه الى الجانبين، الجانب الايمن والايسر. فكما كتلاحظوا معايا، وكتبقى لنا المكان اللي غادي نقوم بوضع الزراعه، اي خضروات نريدها، الطماطم، الفلفل، البطيخ الاحمر، البطيخ الاصفر، بهذه الطريقه. فكما كتلاحظوا معايا، الكوتاكوت كتجي في الوسط. فكما كتلاحظوا معايا، هذه الطريقه نقوم بسقيها وتسميدها كذلك باسمده كيميائيه او اسمده اصطناعيه ان شاء الله، لكي نقوم بزياده الانتاج وزياده حجم الثمار كذلك. هذه فقط معلومات الاخوان بالنسبه للاخوان اللي عندهم مساحات صغيره او بغاو يقوموا بالزراعه في الحديقه او في المنزل. يفضل ويستحسن استعمال هذا البلاستيك الاسود، والسقي بالتنقيط افضل كذلك. فكما كتلاحظوا معايا الاخوان، طريقه سهله جدا، وتوفير زراعات ومأكولاتك بنفسك بدون شرائها من اي مكان اخر، وخاصه الاخوان الذين يقومون بزراعه في البادية أو يعيشون في البادية أو في البوادي. فكما كتلاحظوا معايا، غادي نقوم بزراعة مباشرة فيها البصل الأخضر. فكما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل، بطريقة سهلة جدا، غادي نقوم بزراعة أي نوع من الزراعات، غادي نشاركها معكم إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله. غادي نقوم بزراعة البصل. فكما كتلاحظوا معايا، شتلات البصل غادي نقوم بزراعتها إن شاء الله، وغادي نقوم بتسميدها بأسمدة كيميائية كذلك. كما كتلاحظوا معايا، كذلك يمكنك وضع سماد عضوي
أو بلدي داخل التربة أو تخليطها مع التربة، ومن ثم قم بجمع التربة وقم بعمل مساطب زراعية. أفضل كذلك إذا كنت ما كتفضلش استعمال أسمدة كيميائية، يمكنك فقط عمل أسمدة مثل السماد البلدي أو الحيواني فقط، بدون استعمال أي سماد كيميائي. فكما كتلاحظوا معي الإخوان، نقوم بزراعة البصل على هذا الشكل. يمكننا وضع أي مسافة نريدها، 10 سنتيمترات، 15 سنتيمتر، على حسب. وهذه الطريقة الإخوان اللي طريقة سهلة جدا، وغادي تخلينا نتحكم في المحصول ديالنا. غادي نقوم بسقيه متى نريد قيام بسقيه، أو ماذا تدعي الضرورة لسقي مزروعاتنا. فكما كتلاحظوا معي بطريقة سهلة جدا، وغادي نوفر كمية مياه كبيرة، وعدم إنبات الأعشاب الضارة، وعدم تصريف المياه كذلك. فكما كتلاحظوا معايا طريقة جميلة جدا لكي نقوم بزراعتها، سواء في المنزل أو في مزرعتك. وخاصة الإخوان عندهم مساحات صغيرة، ممكن توفروا لآليات كبيرة، يمكنك عمل هذه الخطوط بنفسك. وهذا البلاستيك الإخوان الأسود يمكنك عمل فيه طيلة السنة. غادي نقوم بزراعة البصل مباشرة بعد نضج البصل، غادي نقوم بزراعة أشياء أخرى في نفس المكان. فكما كتحت معايا فهي طريقة صراحة ممتازة، وطريقة غير مكلفة بالنسبة للمزارع، وخاصة الإخوان الذين يريدون الزراعة في الحديقة أو في المنزل. حتى الإخوة الذين عندهم مساحة صغيرة ويريدون الزراعة كذلك، يمكنك عمل الطريقة بين